مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الصيف لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقدها النائب سامي الجميل. يقدروا عبر هذا القانون ياخذوا حقوقهم ويقوموا بدورهم وبواجبهم بأفضل طريقة ممكنة، فتحية للجميع ومبروك، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء، وإن شاء الله كمان بأسرع وقت ينعطى الإمكانيات والمعدات اللازمة لكل مكاتب الدفاع المدني بلبنان تيقدروا يقوموا بواجباته. نحن اليوم عم نناقش موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وبهذا الموضوع بهمنا نأكد على عدة أمور، وهذه الأمور أنا بتمنى أنه تتاخد بعين الاعتبار إن كان اليوم بجلسة اللجان المشتركة أو بكرة بالهيئة العامة وبكل الجلسات التشريعية الجاي. بدنا ننطلق من مبدأ أنه كل هالمطالب هيدي مطالب مزمنة، ويلي عم نعيشه اليوم على طرقات لبنان وهالحركة المطلبية يلي موجودة اليوم بالشوارع وعلى الأرض منا إلا نتيجة ل 25 سنة من الإدارة السيئة، منا إلا نتيجة التعاطي السيء والإدارة الغير مسؤولة يلي للأسف اندارت فيها الدولة اللبنانية، وبعدها لحديث اليوم عم تندار بشكل عشوائي وغير مسؤول. ما في شك اليوم أنه الموظف اللبناني غير قادر بالراتب وبالإمكانيات الحاصلة عليها اليوم، غير قادر على يقدر يعيش حياة كريمة. الموظف غير قادر اليوم أنه يقدر يعيش عائلته، بالأخص بالغلاء يلي موجود اليوم وبالوضع الاقتصادي السيء. المواطن اللبناني وبالأخص كل المعنيين بهيدي السلسلة عم بيعينوا مشكل أساسي له علاقة بحياتهم، له علاقة بولادهم، له علاقة بمدارس ولادهم، وهيدا بالنسبة لنا هيدي السلسلة منا إلا حق مكتسب لكل هالموظفين بأنه يحصلوا على حقوقهم بالشكل يلي بيستحقوه بشكل أساسي. ما فينا نحن نطلب اليوم من موظفين الدولة اللبنانية أنه ما يقبلوا رشوة، ما فينا نطلب منهم أنه يلتزموا بالدوام، ما فينا نطلب منهم أنه يتفرغوا للإدارة إذا ما كنا عم نعطيهم القدرة أنه يقدروا يعيشوا من المعاش يلي هن عم يقبضوا اليوم. انطلاقا من هون نحن بدنا نأكد على أحقية هذه السلسلة، وبدنا نأكد على أحقية المطالب، ونتمنى أنه هذا الموضوع يتعالج بشكل مسؤول. المشكلة اليوم اللي عم تنطرح منا السؤال منه حول أحقية مطالب الموظفين، المشكلة اليوم هي حول الإيرادات. ليش المشكلة حول موضوع الإيرادات؟ لأنه اليوم ميزان المدفوعات بالدولة اللبنانية سلبي، بمعنى أنه إيرادات الدولة أصبحت أقل من الإنفاق ومن كل مستحقات الدولة. وهون بدنا نفوت شوي بالتفاصيل تنقول أنه بالفترة السابقة كان إذا بدنا ناخد الإنفاق وبدنا ناخد الإيرادات بيطلع الميزان إيجابي، بمعنى أنه الإيرادات أكثر من المدفوعات تبع الدولة. كانت تجي خدمة الدين تخلي هالميزان المدفوعات يصبح سلبي، يعني إذا منزيد خدمة الدين على كل إنفاق الدولة يصبح ساعتها ميزان المدفوعات ميزان سلبي. المشكلة اللي وصلنا لها سنة الماضية أنه إذا منحط على جنب خدمة الدين من دون ما نحسب خدمة الدين، ميزان المدفوعات سنة 2013 كان سلبي، بمعنى أنه الإنفاق أصبح أكبر وأكبر من الإيرادات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية، بسبب
الوضع الأمني بسبب وجود النازحين على أرض لبنان وإلى آخره. وضع الاقتصادي تبع الدولة هبط بشكل كتير كبير بآخر سنتين، وأكيد مش هنحكي عن الأداء يلي مورست فيه السلطة في لبنان بالسنتين الماضيتين. انطلاقا من هون، في خطر حقيقي اليوم، وهيدا يلي عم بيحاول مجلس النيابي يعالجه، انه كيف بدنا ندبر ايرادات اضافيه تنمول هالسلسله من دون ما توقع الدوله اللبنانيه بمزيد من العجز وتتوقف عن دفع مستحقاتها. لانه ممكن الدوله اللبنانيه اليوم يصير فيها مثل ما صار باليونان، يعني ما تعود قادره بانه تدفع هالمعاشات وتدفع مستحقاتها، ان كان هالمستحقات تجاه الدين العام او خدمه الدين العام، او ان كان معاشات الموظفين في الدولة اللبنانية. وهذا يلي اليوم عم نحاول نلاقي له حلول، ولكن للأسف، وهون بيت القصيد وهون بدنا نوصل، مقاربة ملف الإيرادات عم بتكون بشكل رح أقول عشوائي. اليوم كل الشغل عم بيكون أنه نحاول ننتش 10 مليون من هون، 20 مليون من هون، نعمل ضريبة من هون، نعمل تي في آ من هون، بعد شوي رح نعمل مثل ما عملنا برغيف الخبز إذا بتتذكروا، وقتها كان رح يغلى رغيف الخبز أو ربطة الخبز، جينا لقوا فتوى أنه ينقصوا رغيف على الرابطة إذا بتتذكروا. هول هن الحلول يلي الدولة اللبنانية للأسف ماشية فيها من فترة، هي حلول الترقيع، أنه نجرب نحن نلاقي هيك فتاوى صغيرة تنحاول نحل مشكلة كبيرة. اليوم ما عنا ولا 100 مليون ولا 200 مليون بدنا نمولهم، اليوم بدنا نمول أكثر من مليار ونص دولار كرمال تنقدر نمول هيدي السلسلة، وهالمليار ونص ما رح ينجابوا بالتنتيش، وما رح ينجابوا بضريبة صغيرة من هون وبطابق أخضر وببناية خضراء وصفراء وحمراء، كل واحد بيلاقي لنا بدعة من مال كرمال تيجرب يفوت أموال على الدولة. مصاريف الدولة، انفاق الدولة هو على ثلاث أمور أساسية. إذا اليوم نطلع على الموازنة منشوف أنه الدولة اللبنانية عم تنفق بشكل أساسي على ثلاث أمور. الأمر الأول هو خدمة الدين، خدمة الدين هي كمية حرزانة عم تدفعها الدولة كل سنة. النقطة الثانية هي المعاشات والرواتب للموظفين الدولية اللي هي ثاني كمية كبيرة عم تدفعها الدولة رزمة واحدة كل سنة. والنقطة الثالثة وهي الأساس بدي أوصلها هو موضوع عجز كهرباء لبنان. الدولة اللبنانية بتدفع كل سنة بين المليار ونص واثنين مليار دولار عجز عن كهرباء لبنان، يعني كهرباء لبنان بتشتغل بتوقع بعجز، الدولة اللبنانية بتغطي هذا العجز بقيمة كل سنة مليار ونص أو مليارين دولار. نحن اليوم أمام هالثلاث نقاط أساسية، ولا قادرين ندق بخدمة الدين، لأنه إذا الدولة اللبنانية ما دفعت بتوقع بمشكلة إفلاسية، ولا قادرين ما ندفع معاشات الموظفين لأنه بيصير في أزمة اقتصادية واجتماعية طويلة عريضة. بيبقى الملف الثالث، هذا الملف الوحيد يلي اليوم قادرين نشتغل عليه ونوقف ترقيع ونحل مشكلة اقتصادية كبيرة ومشكلة اجتماعية كبيرة، يلي هو موضوع عجز كهرباء لبنان السنوي. هيدا هو الباب الوحيد إذا بدنا نكون جديين ونعطي حقوقهم للموظفين وما نوصل الدولة اللبنانية إلى الإفلاس. هيدا الباب الوحيد كرمال تنقدر نمول هيدي السلسلة من دون ما نوصل البلد إلى أزمة كبيرة. نحن صرنا فترة سنين طويلة بكل جلسة بمجلس النواب عم نقول وعم نكرر، ما في دولة بالعالم بتنتج كهربتها، ما في إلا لبنان وكم دولة من العالم الثالث. في مافيات ماسكة هذا القطاع مستفيدة على ظهر الشعب اللبناني بملف الكهرباء. نحن منتمنى واليوم قبل بكرة إذا حقيقة بدنا ننبش على حلول، لأنه بكرة واصلين على مشكل، اليوم واصلين على مشكل باللجان المشتركة، وبكرة رح نوصل على مشكل مع كل الهيئات النقابية. الحل بتحرير الانتاج، الحل بخصخصة قطاع الكهرباء. ما فينا نحن نضلنا عم ندفع
عجز عن كهرباء لبنان مليارين كل سنة والكهرباء ما عم توصل. وهيدا هو طلبنا، وهيدا هو يلي جايين نحكي فيه اليوم. إذا حقيقة بدنا نلاقي حل بنيوي للأزمة الاقتصادية ولمشكلة عجز الدولة، بدنا نروح على هيدا الملف الأساسي يلي هو المزراب الأساسي يلي عم بتروح فيه أموال اللبنانيين كل سنة. حين الوقت نفتح مجال للشركات الخاصة، هي تجي تفتح معامل بلبنان، هي تدفع حق هالمعامل، هي تنتج الكهرباء، وهي تعطي هذه الكهرباء للدولة اللبنانية بالسعر يلي الدولة اللبنانية بتحدده، بشكل أنه ما نعود نحن وما تعود الدولة هي عم تتكلف عن مؤسسة كهرباء لبنان كل هيدا العجز، ما يعود فيه بقى كل سنة عم بيروح مليارات دولارات هدر، وكل هيدا من أموال يلي اللبنانيين عم يدفعوها بعرقهم بعرق شبينهم. هيدا هو الباب، وهيدا هو بالنسبة لنا المدخل الأساسي. أما المدخل الثاني واللي هو كمان ذو أهمية، أنه يكون في حقيقة مساواة بين اللبنانيين بدفع الجمرك على كل المرافق العامة، لأنه منعرف أنه كمية البضاعة اللي عم تدخل إلى لبنان من دون جمرك، لأنه في ناس عاملين سطو على بعض المرافق العامة مثل البور، عم بيؤدي إلى كمان هدر أموال. هون بدنا نفتش على الحلول، مش نروح نفتش على الحلول أنه نشيل المصريات من جيبة اللبنانيين ونحطهم بجيبة أخرى. مش هيدا هو الحل. مش الحل اليوم نزيد التفئة بشكل أنه هالمصريات يلي رح يقبضون هالموظفين يرجعوا يحطوهم تفئة من تاني مال، يعني منكون أعطيناهم المصريات من مال وقشطناهم هالمصريات من تاني مال. مش هيدا هي الحلول. الحلول هو نشوف وينية مزاريب المصاري يلي عم بينهدر فيها أموال اللبنانيين وأموال الدولة اللبنانية، مثل موضوع عجز كهرباء لبنان وموضوع الجمرك وموضوع المرافق العامة يلي عم بيصير فيها هدر وفساد له أول ما له آخر. انطلاقا من هون بتبلش الحلول. منوقف ترقيع، منوقف نضحك على الناس، منوقف نتعاطى مع الناس بطريقة غير مسؤولة، ومنروح على صلب المشكل الاقتصادي بلبنان. وهيدا هو صلب المشكل، هو الهدر، هو الفساد، هو قرارات خاطئة بالحفاظ على الانتاج، انتاج الكهربائي بلبنان بيد الدولة اللبنانية. هيدي من جهة. من جهة تانية، نحن اليوم عنا استحقاق آخر كنواب وكمجلس نيابة. هالاستحقاق الآخر ما حدا عم يحكي عنه، وأنا مستغرب ومتأسف أنه حكينا بهذا الموضوع بعدة مناسبات، إن كان داخل مجلس النواب إن كان بالإعلام، وما عم نشوف ولا أي ردة فعل، ولا من قوى سياسية، ولا من كتل نيابية، ولا من رئاسة المجلس. فبدي أذكرهم جميعا أنه المجلس النيابي الحالي ممدد لإله، وواجبه الأول هو إيجاد قانون انتخاب جديد تنقدر نروح بأب جي إلى ترشيحات على أساس قانون جديد، وإلا رح نرجع نوقع بالمأزق ذاته، ورح نرجع نوقع بخيار بين قانون الستين وبين الفراغ وبين التمديد وكل هالخيارات السيئة. فقبل فوات الأوان نتمنى من الجميع يعطونا شوية من وقتهم بالمعركة الرئاسية، شوي صغيرة، نعطي المعركة الرئاسية 80%، نعطيها 90%، ونعطي هالقانون الانتخابي يلي عملنا عليه معركة طويلة عريضة السنة الماضية، نعطيها 10% من وقتنا كرمال تنجرب نلاقي حلول. بفتكر أن اللبنانيين بيستحقوا أن يكون عندهم مجلس نيابي منتخب على أساس قانون انتخابي عصري وبيأمن صحة التمثيل، ويكون على الأقل إذا حصل هذا التمديد يكون حصل كرمال شيء إيجابي، مش كرمال تنرجع على السيء
ونرجع سنة 2014 نخوض انتخابات على القانون يلي عملنا كل شيء كرمال ما نرجع له. فانطلاقا من هون أنا بدي أحذر، لأنه في مثل بالفرنساوي، مش مثل، هو مقولة قانونية بتقول جوفرني سي بريفوار، لأنه نحن كتير شاطرين أنه نترك الأمور لآخر دقيقة ونتذكر واجباتنا آخر لحظة ونقع بالمأزق آخر لحظة، ومثل العادة منفوت بالحيطان لأنه ما منعرف نستبق المشاكل ونجرب نحلها قبل بوقت. فهالمرة نحن من هيدا المنبر رح نحذر الجميع ورح نفرجيهم أنه إذا ما تصوت على قانون انتخابي جديد من هلأ للانتخابات الرئاسية، يعني إذا ما هلأ من هلأ لجمعة جمعتين قبل ما يدعي الرئيس بري لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأنه باللحظة اللي بيدعي فيها ما بيعود فينا نحن نشرع، بيصير مجلس النواب بده يصوت لرئيس جمهورية جديد، وبالتالي ما بيعود في قدرة على التشريع. شو رح يصير؟ بدي أطلب من الكاميرايات تلفت على هذا التابلو اللي موجود هون. نحن اليوم هون، نحن بنيسان في عقد عادي، وبدأت مهلة انتخاب رئيس الجمهورية من 25 أذار وبتنتهي ب 25 أيار بانتخاب رئيس جمهورية جديد. العقد العادي بينتهي ب 30 أيار بعد 5 أيام من آخر نهار من ولاية الرئيس ميشيل سليماني. إذا ما صار في انتخاب، إذا ما صار في تصويت على قانون انتخابي قبل ما يتحول المجلس النيابي إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جمهورية، رح يصير التالي. رح نوصل على الانتخابات الرئاسية. بأفضل سيناريو حصلت الانتخابات الرئاسية ب 25 أيار. بيبقى عنا من 25 أيار ل 18 آب 2014، يعني بعد شهرين وشوي، كرمال تنقوم بهالعشر أو 11 خطوة يلي رح أقول عنه. انتخب رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية بده يعمل استشارات نيابية، بعدين بده يكلف رئيس حكومة جديد، هالرئيس المكلف بده يعمل مشاورات مع الكتل، من ثم بده يشكل حكومة، هالحكومة بدها تعمل بيان الوزاري، بدنا نروح على جلسة ثقة، بده يرجع بعد ما تاخد الحكومة الثقة، بده الرئيس بري يفتح دورة استثنائية بالاتفاق مع رئيس الجمهورية كرمال يصير في جلسة تشريعية، بده يدعي النواب إلى جلسة تشريعية لإقرار قانون انتخابي جديد، بدنا نقر هذا القانون وبدنا نعين هيئة إشراف على الانتخابات. كله هيدا بدنا نعمله بهيدي الشهرين، يعني بين 25 أيار و 18 آب بدنا نعمل كله، مع العلم أنه الحكومة السابقة أخذت 10 أشهر تنوصل لهون، يعني تنشكل حكومة. نرجع منزيد الاتفاق على البيان الوزاري أخذت شهر، يعني تقريبا أخذت عملية تشكيل الحكومة وكل هيدا الشيء اللي عم نشوفه هون أخذ أكثر من 11 شهر. نحن المطلوب منا بعد انتخاب الرئاسة إذا بدنا نعمل قانون انتخابي أن نقوم بكل هالخطوات بظرف شهرين. حدا يخبرني ويشرح لي كيف رح نقدر نعمل كل هالخطوات بظرف شهرين، مع العلم أنه تتكون الانتخابات قانونية وطما يطعن بالانتخابات، هيئة الإشراف على الانتخابات لازم تتعين قبل بشهر من فتح باب الترشيح، يعني عمليا كل هالأمور هاي لازم تصير بشهر. بين 25 أيار وأول تموز لازم نكون كلفنا رئيس حكومة، شكلنا حكومة، أخذنا الثقة عليه، عملوا بيان وزاري، أخذوا الثقة، دعيوا ل جلسة تشريعية لإقرار قانون انتخابي، صوتنا على قانون انتخابي، عملنا هيئة إشراف، كله هيدا بدنا نعمله بشهر. حدا يشرح لي هيدا الماراثون كيف بدنا نعمله بشهر؟ لأنه ب 18 آب
بيفتح باب الترشيح على أساس قانون الستين، ساعتها رح نرجع نوقع بالمأزق عن جديد. مشان هيك عم نحذر وعم نقول تما ناخد خطر على الديمقراطية بلبنان بأنه نرجع على قانون الستين مجددا ب 18 آب. عم نوجه نداء لرئيس مجلس النيابة ولكل الكتل النيابية يساعدونا بإجراء جلسة تشريعية بهالأسبوعين ينعرضوا كل القوانين الانتخابية الموجودة اليوم بالمجلس، تنعرض على الهيئة العامة ويتم التصويت عليها بشكل أنه القانون يلي بياخد أكتر شيء أصوات هو يكون القانون يلي بدنا نجري الانتخابات على أساسه ب 18 آب كترشيح، ومن ثم الانتخابات قفل باب الترشيح ب 17، والانتخابات مفترض تصير ب هون بين 16 و20 تشرين الثاني. إذا نحن مزبوط بدنا نعمل انتخابات على أساس قانون جديد، ما حدا يقلنا أنه بدنا نتفق على القانون قبل ما نروح على الجلسة. شو له طعم النظام الديمقراطي إذا كل شيء بده يصير بالتوافق؟ عنا دستور، هيدا الدستور بيقول أنه القوانين بيتصوت عليها بالمجلس بالخمسين زايد واحد، يعني بالنصف زايد واحد، وقانون الانتخابات هو من ضمن هذه القوانين. قانون الانتخابات منه قانون دستوري تيكون بده تلتين، قانون الانتخابات هو قانون عادي بيتصوت عليه بالأكثرية العادية، وبالتالي ما فينا نحن نشترط الاتفاق على قانون كرمال تنقدر نصوت على قانون. هيدا عمل غير ديمقراطي. نحن اليوم يمكن كل القوانين الموجودة يمكن منا مقتنعين فيها بالكامل، ولكن كله بيضلوا أفضل من قانون الستين. انطلاقا من هون نطلب من الرئيس بري أنه يحط كل هالقوانين على جدول أعمال الهيئة العامة قبل الانتقال إلى الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد، كرمال نعطي لحالنا وقت، نعطي لوزارة الداخلية وقت، ونعطي للإدارات وقت كرمال نقوم بكل الواجبات اللي عنا إياها من هيئة إشراف وغيره، كرمال نوصل على 18 آب ونكون نحن بالمهل الدستورية والقانونية، وما تصفي هالانتخابات هيدي مطعون فيها، وإلا رايحين على مأزق كتير كبير، ونحن من واجباتنا أن نحذر من حصول هيدا المأزق. بدي وجه كمان نداء خاص لكل الأحزاب يلي عندها هاجس كبير بموضوع قانون الانتخابات. نحن اجتمعنا بعدة مراحل، أوقات تحت غبطة تحت عباية بكركة، أوقات اجتمعنا بمجلس النواب، عملنا لجنة فرعية وعملنا كل هالخطوات كرمالتا نقدر نحقق هيدا القانون يلي بيغير الطبقة السياسية بلبنان، يلي بيخلي حقيقة أنه نعطي فرصة لأحزاب جديدة، نعطي فرصة لشخصيات بتستحق أن توصل إلى الندوة النيابية بأنه توصل، ونخلص بقى من منطق البواسط ومن هالقانون المعلب يلي بيوصل نفس النواب ونفس الطبقة السياسية كل أربع سنين إلى الندوة النيابية يلي هو النظام الانتخابي الحالي أو قانون الستين. فإذا حقيقة نحن جديين بتغيير هيدا الواقع، أنا بدي أقول للكل هيدا الموضوع بأهمية الانتخابات الرئاسية. شخص الرئيس منه أقل أهمية من قانون انتخابي بيمكن اللبنانيين بأنه يوصلوا الناس اللي بيستحقوا يوصلوا إلى الندوة النيابية. اثنيناتهم بأهمية بعضنا، ما فينا نعطي أولوية لوحدة على حساب الثاني. قانون الانتخابي هو بأهمية انتخاب رئيس جديد، بدنا نشتغل على اثنين لأنه هول هن السلطتين يلي بيحافظوا على وحدة لبنان، رئاسة الجمهورية ومجلس النيابي يلي هو المؤسسة الأم بالدستور اللبناني ويلي هي مصدر كل السلطات، لأنه مجلس النواب هو يلي بيشكل الحكومة وهو يلي بينتخب رئيس الجمهورية. فإذا حقيقة بدنا رئيس جمهورية على قد المسؤولية، لازم القانون الانتخابي ومجلس النيابي يكون حقيقة بيمثل جميع اللبنانيين. بشكركم، يعطيكم العافية.
إذن مشاهدينا استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب سامي الجميل في مركز حزب الكتائب في الصيفي، حيث أكد سامي أحقية السلسلة والرواتب وتمنى معالجة الموضوع بشكل مسؤول. النائب الجميل أشار إلى أن إيرادات الدولة أصبحت أقل من مستحقاتها، مشيرا إلى أن مقاربة ملف الإيرادات خاطئة وملف عجز كهرباء لبنان هو الباب الوحيد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وأكد أن الحل هو في خصخصة القطاع في هذا الشق. تحدث النائب سامي الجميل عن هذا الحل. أما في موضوع الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب الجديد، أكد أن التصويت على قانون انتخاب جديد هو أمر ملح وإجراء جلسة الشرعية في أسرع وقت هو ضرورة، لأن عدم التصويت سيوقعنا في خيارين، إما الستين أو الفراغ، وكل الخيارات الخاطئة هي الباقية. إذن مشاهدينا ابقوا معنا لمعرفة آخر التفاصيل دائما عبر الـ MTV.